صباح الخير صديقتي، لاباس عليكم؟ 7 ديال الصباح، هاني كنطيب في الخبيزات وهنا كنصاوب لي كريب. هنا صديقتي كنطيب في البطبوط، وهنا ملي كيطيب كنحلو بحال هكا باش نعمرو بالطون والبيض ومايونيز، حيت اليوم ولدي الكبير عنده البيكنيك في المدرسة وغنمشي معاهم، في خاص 4 ديال لي بارون غنمشي معاهم، وكل واحد خصو يجيب البيكنيك ديالو. انا غندير ليه البطبوط معمر. هانتوما هنا سلقت البيض، غادي نبجعو مزيان، غندير عليه الطون ومايونيز وكيجي زوين. عليه الطون غادي ندير عليه المايونيز، بيبي ونخلط الجميع. صديقاتي العزيزات، غادي نطيب الطاجين ديال الكفته. هنا درت البوارو، انا كيعجبني نطيب الكفته بالبوارو، كتلقى مذاق حسن من البصله. هنا عندي تقريبا 500 غرام ديال الكفته، درت فيها شويه ديال الملحه، لقزبر ومعدنوس، تحميره و شويه ديال الكمون، وكندير فيها حتى شويه ديال العطريه ديال اللحم، كتجي بنينه صافي. الكفته راه خلطتها مزيان مع العطريه، دابا غادي نقطعها ماتيشا ترونش. عطو هاد الطاجين جربوه على حسابي، راه كيجي بنين. هنا عندي مطيشة كنقطعها بحال هكا ترونش، كنحطها في الطاجين. عرفتو هاد الطاجين راه كيجي بنين بنين بنين. هانتوما كنحطها ترونش هكا، غادي نزيد عليها التومة عليها التومة تعطيكات صغيرين، هندير عليها زيت غادي نخليوها طيب بشوية عليها، غنخليو طيب ماطيشة هي الأولى مع البوارو، غادي نقص عليها ونخليها طيب بشوية عليها. كما عرفتوا الكفته دغيا كطيب، هذا حتى كيطيب مزيان، وغنبجوها مزيان بالفرشيطه، نبجوها مزيان بالفرشيطه الماتيشا باش تعطيني لاصوص طوماط، عاد ندير الكفته الكويرات ونحطها فوق منها. ولكن الكفته راه ما غادي نديرها حتى نقربوا نتغداو، وندير عليها جوج لبانه من الفوق. هنا شريت مطيشة صغيرة، شفتو كنا نوريكم مطيشة صغيرة، كنشدها وكنديرها في الماء مع شوية ديال الخل حتى كتغسل مزيان، عاد كنشفها، وحتى هي كنديرها في واحد الصرادي وكنخليها، ما كنديرهاش في الثلاجة، في الفريجيدير. حنا كنقولو الفريجيدير ماشي الفريجيدير. شفتو نحاول نقيها كلشي، عاد نخليها تبرد. نصوب لاصالات ديالي، هذا واحد الميلونج ديال كيما كنت قلت لكم، راه خصني نحيد واحد 10 كيلو، ولكن هو في الحقيقه ما خصنيش ناكل الخبيزات، ما خصنيش ناكل الخبز، ولكن كما كتعرفوا يا صديقاتي العزيزات حنا والخبز. هنا نقطع فيها شويه ديال التفاح، حنا والخبز ما يمكنش لنا نتفرقوا واقع هكاك، عندنا مشكله. المهم في الحقيقه انا ما بقيتش كناكل الخبز بزاف، من قصار نحيده
بحال دابا غير الخبيزات اللي عجنتهم ديال الدار ولا شي حاجه بحال هكا، اما باش نشري الخبز ديال برا قليل. صافي نقطع فيها التفاح كما التالي صديقاتي العزيزات. هاد الشلاطه راه كتجي منعشه، واش كتقال ولا ما كتقالش؟ منعشه فهمتي. مطيشه صغيره المهم انا هذا هو الخبز ديالي ديال الريجيم، صحاب الريجيم. وغادي ندير فيها شويه ديال الطماط. هذا الطماط كان فيه الكوتكو ديال الكونتي ديال 18 موات، راه كيجي خطير. الكونتي تاع 18 موات كيكون رائع جدا جدا. شتو نحاول نقطعهم كوب. نديرو في شراطاتي، غندير فيها لا فينيغريت، واخا فينيغريت مازال ما غاديش نديرها فيها، غادي ندير فيها غير شويه ديال الحامض فقط. انتما شوفوا تبارك الله شحال زوينه. شويه ديال الحمض، لقاش الحمض يساعد على الضعف شفتوا. وغندير فيها شويه ديال زيت العود. فقط يا صديقاتي، ضروري ما ديريش تاع شويه ديال الزيت ولا شي، المهم ضروري ما تاكلش شي حاجه بحال هكا. صافي غادي نمشي ناكل مع واحد الكاس ديال الماء، ماشي الموناضة مالين الريجيم، بركة من الموناضة مالين الريجيم. صافي صديقاتي هاد الشلاطة هادي نشاركها معكم كيفاش دايرة، عرفتو راه كتجي خطيرة في هداك لو كروكون ديال التفاح. رائعة جدا جدا. والخبيزات بالبتون ومايونيز، المهم في الرجيمة هادي في الحقيقة في الرجيمة مزياناش، ولكن ماشي مشكلة. المهم هاد الشلاطة شنو لي مزيينها بزاف هو الفرماج، مزيينها الفرماج، الفرماج و التفاح و الحمض. المهم هادي بقا ديروها يوميا راه صحية بزاف صديقاتي، و ديرو فيها لي عندكم. شنو هو لي كاين؟ كندير فيها بعض المرات خيزو محكوك، كان بعض المرات كان شويه دنجال كنديرو فيها كورجيت، المهم اللي كاين. وطاجين ديال الكفته صديقاتي غادي نخليه للعشاء، حيت انا بوحدي في الدار، غير انا ولدي الصغير راجلي خدام، يعني ما انا ما كيعجبنيش ناكل طاجين بوحدي. وهذا مكان، والناس اللي بغاو يتبعوا لك الريجيم اللي انا متبعه راه كنشارك معكم الاوراق ديال الريجيم، راه كاينين في الفيديو في التحت ديال لاشين ديالي، وهذوك الاوراق راه عطاهم لي الطبيب اللي كان متبع معايا ملي كنت حامله بولدي الصغير. في الحقيقه زوين بزاف، وكما كنت قلت لكم راه انا نقصت ملي كنت حامله، نقصت بزاف بدوك الاوراق، تبعتهم كما قالوهم ليا شنو خصني ناكل شنو خصني ما ناكلش، وفيهم شنو اللي زوين فيهم، فهمت البروغرام ديال الماكله اللي خصك ديري. هذا مكان لي صديقاتي، وفي الحقيقه نفعوني بزاف بزاف، والنصيحه نعطيكم غير نقصوا من الخبز
وتحركوا بزاف يعني ماشي تبقاي وسكر، حاولي ما امكن تحيدوا السكر وتنقصي حتى من الملحه، ما مزيانهاش نهائيا للصحه. ماشي تحيديها ولكن غير نقصيها، راه كيما كتعرفي راه كاينه الملحه في كاينه الملحه الطبيعيه في الخضار وفي الفواكه في الحوت، كاينه في بزاف ديال الحاجات، يعني ماشي ضروري نديروا الملح في الماكله، ويمكن لك تغومبلاسيها غير بالحامض. وهذا ما كان يا صديقاتي، نخليكم، كنتمنى الفيديو يعجبكم، وكنقول لكم السلام عليكم والى الحلقه المقبله ان شاء الله. ودابا صديقاتي غادي ندير انا طبق، غادي نصاوب واحد الكاس ديال اللويزه، انا كتعجبني بزاف اللويزه، غادي نشدها وغادي نغسلها مزيان عاد نديرها في الماء السخون ونشربها بلا سكر. يا صديقاتي ولدي راه فاق، غادي نمشي نبدل ليه ومن بعد نمشي نخرجو. يلا السلام عليكم، الى اللقاء.